هاي، بهذا الفيديو رح نتعلم كيف نعمل سكرين ريكوردينج من باوربوينت. اللي انا عم بعمله هلا هو سكرين ريكوردينج من ابلكيشن اسمها باندي كام، فيكن تنزلوها عندكم اكيد وتعملوا السكرين ريكوردينج بطريقه اهون اللي هي من الباوربوينت. اول شيء بنصحكم تعملوه هو حطوا ايربلين مود لحتى ما يوصلكم نوتيفيكيشنز يطلعوا بوب اب على السكرين انتوا عم تعملوا ريكوردينج. ثاني شغلة بدنا نعملها، إذا أنا بدي أعمل ريكوردينج على هيدا البيج، يعني على الباوربوينت برزنتيشن اللي قدامي، بقدر أعمل سكرين ريكوردينج على حيلا شي تاني مبين قدامي على السكرين، على الديسكتوب مثلا، على ويب سايت أنا فتحته، على حيلا شي مبين قدامي على السكرين. أول شي بدي أعمله هو إني روح على فايل بباوربوينت، اكبس نيو بلانك برزنتيشن على هذا السلايد اللي هو اول سلايد او حيلا سلايد تاني، حط انسرت وبروح على الاخر عند شيء اسمه سكرين ريكوردينج، بكبس عليها اوتوماتيكلي بيتسكر البلانك برزنتيشن وبيفتح لي الدوكيومنت اللي انا فتحته قدامي شو ما كان يكون. انا كنت فاتحه باوربوينت فهو دغري اخذني على باوربوينت. اول شيء بعمله هو سلكشن للاريا، يعني انا باي زون بدي يكون عم فرج اللي عم بيصير قدام. سو اذا انا بس بدي فرج هيدا السلايد، ما بدي اعمل فول سكرين برزنتيشن وما بدي اشوفه كل شيء باقي عم بيصير، بعمل سلكشن بهيدا الطريقه. ولما احط ريكوردينج اللي رح يبين هو بس هيدا السلكشن، كل شيء برا بعمله ما بيبين بقلب الفيديو. اللي انا رح اعمله هلا هو فول سكرين، فرح اخذ الشاشه كلها وراح احط فول سكرين للبرزنتيشن وراح اكبس ريكورد. وقت تكبسوا ريكورد بعدلكم لثلاثة. هاي بهذا الفيديو رح نشوف كيف نعمل تريكس بقلب الباوربوينت ادفانس تريكس. وكأنا هون بلشت سجل وكل شي عم بقوله هلا رح يبين بقلب الفيديو. وحتى اذا ملاحظين كل الساوندز يلي حطيتهم انا بقلب الانيميشن رح يطلعوا كمان بقلب الفيديو. والكليكس يلي عم بعملهم على الكيبورد كمان عم تسمعون لانه بيلقط كل الساوندز يلي حدد. اوكي اتسترا، ما رح كفي، بقدر اعمل اسكيب فارجع فرجيكم كل شي مبين قدامي بس عملت اسكيب. وقتها بدي وقف، عندي حلين، يا اما بطلع الماوس، كمان كل شيء بتعملوه بالماوس ببين اذا بدكم تدلوا على شيء معين، لكن وقتها بدي وقف بدي احط بوز بطلع لفوق تنزل لي هيدي الويندو الصغير، يا بكبس بوز سمبلي يا اما بس تقربوا عليها بحط لكم ويندو لوجو كي بلس شيفت بلس ار، يعني فيكم تكبسوا الويندو لوجو يلي هي حد الالت على سطر السبيس بالكيبورد مع شيفت مع ار بيوقف الريكوردينج لحاله. واذا كبسته ويندو لوجو كي مع شيفت مع كيو بيعمل ستوب. فانا هلا رح اكبس ستوب، بس اكبس ستوب لحاله بياخذني على البلانك برزنتيشن اللي فتحته وبيطلع عند الفيديو يلي انا عملت له ريكوردينج، فبقدر اسمعه عن جديد. هاي وشوف اذا في شيء بهذا الفيديو رح نشوف كيف نعمل تريكس هلا رح يبين. اوكي فيني اقربه لتشوفوا كيف مبين، ما رح كفي. حلين هيدا كل شيء انا مسجلته، بدي اعتبر انه انا بالاول او بالاخر في بارت انا غلبطت فيها وما بدي اياها تبين للعالم، ما بدي اياهم يسمعوها. بتلاحظوا هون في شيء اسمه فوق فيديو تولز، في عندكم فورمات وفي عندكم بلاي باك. رح روح على البلاي باك واول شيء بحط له اياه هو بلاي فول سكرين، يعني انا وقت اكون حاطه فول سكرين لو حتى هيدا الفيديو السايز تبعوله صغير على البيج على السلايد تبعولي، لما احط فول سكرين رح فرجيكم وحط بلاي رح يكون البلاي على الفول سكرين مش على الحجم يلي موجود قدامي عندي بالسلايد. هاي اول شغله. ثاني شغله مثل ما قلت قبل، انا في بارت بالاخر ما بدي اياها بدي اشيلها، ببلاي باك كمان بروح على شيء اسمه تريم فيديو، يعني بقصه من الفيديو، فيكن تقصه من الاول فيكن تقصه من الاخر، بدي اعتبر انه اخر بارت انا ما بدي اياها.
هون مثل ما ملاحظين عندكم شيء اسمه end time. هلا اذا بدكم تزحوها بالماوس شوي ثقيلة تصيبوا على القد اي ثانية بدكم توقفوا عليها. فلهالسبب اذا بدي اكون كتير دقيقة او اقطشها على ثانية معينة بغير بالثواني بمثل ما انتم شايفين هون. كل مرة بحط مثلا بقربه شوي هيدا الازرق، يعني انا من هون بدي بلش بلاي هلا، اوكي مش وقت اخلص. وقت احط بلاي لاحظته صوتي مقطوش، انا ما بدي اقطش الكل، بدي احط فبصير كبر 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 لحتى ما تنقطش الكلمة لما اعمل بوز. اوكي مثلا حط بوز، انا بدي اوقفها هون، حط له اوكي وزيت الشي للستارت بوينت، بقدر اقرب وغير بالتايم مثل ما انا بدي. هيدا بخصوص الـ how to record video مع الترم. في شغلة بعد زيادة، انا مثلا ما بدي انه الفيديو يبين الفريم تبعوله هيدا الكورتون او الريدو اللي موجود، فبروح على فورمات بقول له poster frame. اذا انا بدي يبين صورتي مثلا او حيلا صورة بعمل له image from file، حط له على poster frame image from file وبنقي. هلا انا offline ما رح اقدر شيل شيء، بنقي الصورة يلي بدي اياها. او في طريقة تانية، انا مثلا بدي تطلع، بدي هيدا الصورة تبين الفريم، بقرب بقرب الفيديو للصورة اللي انا بدي اياها وبحط له current frame، يعني اللي موجود هلا قدامك انا بدي اياه يبين. لاحظتوا كيف دغري هون الفيديو غيرت الفريم تبعوله؟ انا وقت اعمل بلاي ما رح بلش من هالصورة، وقت اعمل بلاي رح ارجع بلش من هيدا البرداية الحمراء. في طريقة تانية كمان، اذا انا بدي عندي كذا سلايد مثل هون مثلا وبدي اعمل سجل صوتي فوق كل سلايد لحال، يعني مثلا هون بدي زيد، او افترضنا على هيدي بدي زيد انا صوتي عم بقول training session powerpoint tricks، شو بعمل؟ بروح كمان على insert حد screen recording، عندي شيء اسمه audio، حط له يا audio from PC اذا انا عندي audio مسجل دجا وبدي حطه بقلب السلايد، يا اما record audio. فيني اسمي الاوديو مثل ما بدي، رح سميه 1 مثلا وببلش بالريكوردينج. اوكي اذا انا سمبلي بدي اقرا اللي موجود قدامي. Training session powerpoint tricks bring your presentations to the next level، بحكي اللي بدي احكيه على هيدا سلايد وبحط له stop. بس اكبس اوكي رح يطلع لي هيدا الايكون يلي هي بتدل على الصوت، ووقتها اكبس لبلاي training session powerpoint tricks bring your presentation، رح اسمع كل شيء انا سجلته. اوكي زيت الطريقه يلي عملت فيها trim للفيديو، بقدر اعمل trim للفويس، trim audio وبقص منه قد ما انا بدي. وفيني احط له play in background، يعني بضل كل الوقت ماشي. اذا انا بدي ساوند عم بيمشي معي بالباكجراوند بقدر احط له اون كليك او اوتوماتيكلي، يعني وقت يبلش السلايد بيمشي الفيديو الفويس لحاله. بتقدروا تلعبوا كتير على الايفكت اللي بدكم اياها، وبتقدروا كمان تعملوا له تريجر يلي شفناها قبل، يعني مثلا بقول له انا هيدا الفويس بدي اياه يبلش او بدي اياه يبين لما اكبس على تكست بوكس 1، اوكي او لما اكبس على جروب 20. So لما انا اكون full screen mode training session powerpoint tricks bring your presentations to the next level. اوكي مثل ما لاحظت وقتها كبست انا على هيدا الجروب يلي هو 8 دغري بلش الفويس يمشي لحاله. لما اخلص السكرين ريكوردينج الاوديو فايلز، حط كل الصور، حط كل الفيديوز يلي انا بدي احطهم بقلب الباوربوينت تبعولي، واعمل الانيميشنز كمان وبدي انه الانيميشنز بينه مع الترانزيشنز بتوين السلايدز، اللي بعمله هو بدل ما اعمل سيف از باوربوينت بقدر اروح على فايل بحط سيف از، اوكي محل ما بدي انا بدي احطها على الديسكتوب مثلا، وبال save as type ما بنقي powerpoint presentation، فيني خليه as powerpoint presentation اكيد، بس زيادة عن هيك بعمل فايل تاني وبحط له save as mpeg4 video يلي هو mp4 video. so انا عم بحوله هلا لفيديو وبحط له save.
واذا بتلاحظوا تحت بهيدا البار اللي هون رح يطلع لي كرييتنج فيديو باوربوينت بسميه لي شو هو .mp4 وبياخد وقت ليعمل لودينج لحتى يعني يعمل كونفرتينج لفيديو. سو بتتركوه لتعبي هذا البار كله الجراي بس تبطلوا شايفين هذا الشيء تحت يعني الباوربوينت صار فيديو وبيبين عندكم بالفايل اللي سيفتوا فيه انتو VLC فايل. So how they can or how to include audio voice or audio recording بقلب الباوربوينت بقلب السلايد و how to screen record من باوربوينت.